فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل تقاس السيارة على الدابة التي في يد الإنسان فعليه ضمان ما جنت السيارة في مقدمتها دون ما جنت بالصدام الخلفي؟ لا، السيارة يملكها، يملك مقدمها ومؤخرها، حركها هي مثل الدابة، الدابة ما يملك مؤخرها، لكن السيارة هو اللي يحركها أمام وخلف. نعم، عليه جنايتها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.